طيب بسم الله. الكلمة الأولى شباب تست ولا برنامج على طول؟ لا 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 على طول. لهم محاولة واحدة فريق ألماني يوم قدم رجله. يلا المنجم. المنجم مو موجود أصلا. وين لحظة يا أبو ناصر؟ أبو ناصر فايز فايز الله لا يعلم الشر. سم أنت مشفوح. لا بيفوز. لا غلط كذا حبة بس حبة. شو الفريق الألماني الآن زعلان إذا زعل غير إنه حمر وجهه. بالله عليك يقول ترى راح يجيب المنجم راح يجيب المنجم راح يجيب المنجم ما يجيب الله خطير أوريك. لا هاني هاني خلاص هاني 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 تعال بلا تستهبل هاني أوريك. خلاص خلاص خلا خلا كذا خلاص خلا كذا بس أنا أوريك أوريكم والله لحوسكم. طيب. تعال يا هاني تعال لا تقد جب وش تجيب منجم إيش فيه حطه حط بدري راح جاب دخل محدود انت موجود انا موجود طالبين من ربع ساعه سبحان الله. لا 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 خلها زي ما هي اوريك فيهم. يلا ابو ناصر هنا وهاني هنا الان هذه اللي تحت رجلك وش هي؟ لا يمكن تغش ها تغش. يلا حطها من جهتك ها كذا. يلا يا شباب شو بسم الله شو تخم اللعبه اوريك شغلك زين بسم الله. المطلوب الان كم من الوقت يكون حتى كم من الوقت يكون كرال 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 من اللي اخذ قبل الألمان؟ انا اللي الفريق الالماني ابو ناصر ابو ناصر هاني كاميرا ابو ناصر هاني ابو ناصر اي حبيب هاني ضيفنا طاحت بالارض ناصر هو اخذها قبل هاني حسب ليش خله يا اخوي نلعب من جديد لا يرحم دقيقه بس كذا برافو برافو ابو عمر برافو الان 1-0 لهاني لا لا اصبر اصبر شوف طاحت ناصر الله يرحم جدك تعال ارجع طاحت طاحت بالارض ايش ذا الضيف الحقنا ذا طاحت بالارض يلا نلعب من جديد يلا صبر خلاص احسبها لي يلا من جديد يلا ارجع شوي ارجع الان 1-0 لهاني لا الا يا اخوي لا لا لكم محاولة ثانية بجيب 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 يلا واحد صبر يا اخوي يا اخي امسكها طاحت ترى هذا هاني مو بالشمران اللي زقت فل ابوها معه هذا راكز هذا شو الان البرنامج اللي الآن بنختاره ركزوا معانا ها يلا حب البرد حب البرد هنق 2-0 حب البرد اقرا اقرا حب البرد وزانت للناس للناس يلا يلا المحالة الثالثة اقرا اقرا الأسماء يا ألمان لو سمحتم ما ودي ألعب زي اللعبة جيبها أبو ناصر جيبها نكتفي بذولي إذا يصلح أبو ناصر قدم والحقه طيب يلا نبدا ركزوا وهاب عبد الوهاب تكفى لا تقعد تخبط اللي قاعدين يشر ضربه القاضيه همزه دحد دحد 2-1 حلو صح 2-1 كفو كفو ابو ناصر حلو حلو محاوله الرابعه ركز ركز في الشعارات اقراها اقرا اسمها محاوله الرابعه خلاص حرجره قدامك حارة وجارة قدامك حارة وجارة ما قلت ما سمع ما سمع والله ما سمع قلت وش والله الحين لو في احد من الجمهور من العراق سمعها قبلك لا العبودي ما سمع احنا سمعنا سوي لي يا اخي عالج اذانها لا قلت حارة يلا الان انا الان اوريكم شوي معليش يا اخوان ساعدني شوي انت شايف واضح الاسم اللي قربته يلا 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 كذا خلاص يلا. جاهزين؟ جاهزين يلا بنقول الان يلا بتوقيت ماسة حرام 4-1 يا اخي ما اسمع بطلع في غلط بالموضوع ابو ناصر ولا بنعيد من مره ثانيه لا لا لحظه لحظه عبد الوهاب يطلع يقابل ام هاني ايه ابغى اقابل هاني ابو ناصر تغير ايه يلا تغير معلش يلا عبد الوهاب انت ما تقدر تكذب احنا اثنين شد حر الراتب كذب هاني شوف شوف خليه يوقف مكانه هاني خلاص الضيف ناصر اقعد الضيف اقعد استنى يا ابو ناصر اجلس يلا اقف كذا اسمع يلا قريب يا قريب ما عليك ما عليك قريب ابو ناصر اجلس عبد الوهاب برجع شوي ارجع شوي ارجع اوه شو قريب حركات ملتقى البحر انت هو شوف ارجع شوي شوف الرجل شوف دقيقتين شوف رجله رجله ما عليك امس يلا يلا راسي ها يلا حلو يلا ها طيب رجلك وين؟ الكلمة الآن نقول يلا حلفاء حلفاء حلو شوف شوف عبد الوهاب 4-2 لابس نظارات لابس نظارات حلوين يا عبد الوهاب واضح ان التبديل كان فيه تكتيك يلا جميل لما لا 4-3
لحظة مش بوك على 220 ذا؟ ما أدري والله. والله مش بوك على 220. ويلو يا ويلو ويلو من جانا. إن شاء الله ينتهي الوقت، حنا أربعة إن شاء الله ينتهي الوقت. صفر يا حكم. تبلك تبلك منجم منجم. لحظة لحظة لحظة، يدا كذا، يدا كذا والله، يدا كذا والله، يدا كذا والله، صح يدا قصيرة بس انه يدا كذا. الألمان ايش يقولون؟ فانا يدي هنا بعدين سويت كذا بسرعة. يلا خلنا نرجع للفار. أو شيء يقول الألمان الضيف مزعج جدا لأنه يربي طيور، متعود على الصراخ. والله يا جماعة التبديل جاب مكانه، واضح انه تبديل تكتيكي. نعم كفان. عموما تعادل صح؟ اي يلا عبد الوهاب رجع عندك شوي. يلا ها وعب حدال هذا شوي. عبد الوهاب ترى كنت حركات نص كم دي ما تمشي معي. طب قل عبد الوهاب قل هي. شوف ما تقول تبربس علينا، انت رجع شوي رجع. يلا هذا بسم الله على بركة الله نقول سلام. أتعهد السلام يا هاني. خمس أربعة معلي معلي معلي. يلا نسمع. خمسة خمسة حلوين. خمسة خمسة حلوين. يلا شوف الآن هذه ترى فيها هذه شغل قبائل اللي الحين. إيه والله صح. يعني تحط لي هنا وتقول لي كذا ما في. لا 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 بسحبها. أيوة شوف. يلا انتبه. يلا بسم الله. الله الله. من متى ما لعبنا زي هالألعاب الحلوة؟ أي والله. المفروض الواحد منكم يكون مركز أكثر وأكثر، صح ولا لا؟ المنة لله ورسوله. نعم يلا الموسم. خلاص يعني احنا كذا. لا لا باقي واحد. خلاص باقي باقي خلاص ما في الا هي منتخب. خليها من يحب الاول يقولها. خلا خلا باقي واحد. خليها الان نشوف. ستة ستة يا تتعادلون يا يفوز هاني. يلا بسم الله. هذه خلاص لانه لا اذا قال منتخب انت مسكها. لا يقول حاجه عندي عندي اقتراح. ها هذا التحديث حق ابو عمر. شوف انت ابو عمر تقول التمويهات هذه اللي تحرك الاول خلاص خسره. يعني تحركه لازم اللي يلمس وما قلت الكلمه خطا. شوف مقترح حلو بس يقول مستحيل نفذه. اجل خلاص ما تجي اجل رجع حطها هناك قضينا. الآن شباب ركزوا معاي. بعدين شفت لاحظ إني قاعد ألعب باليسرى أنا أيمن. أجل بلعب باليسرى. تبغى باليسرى؟ بس لا ترفع يدك. باليسرى تبغى باليسرى؟ شوف شوف. تبغى باليسرى اليمنى؟ شوف شوف شوف. إن شاء الله. شوف. رافع إيديه رافع إيديه. خلينا. يا الألمان الألمان زعلانين صراحة. بس. الألمان زعلانين يا جماعة. زين. واحد منا يكون يعني يأخذ يعطي في اللعبة ما يقدر يفوز الدنيا على. صحيح. يا اخوان بالله المفروض ما كذا تطلع بالفكره دي اللي انا قلت منتخب. 6 6 6 6 6 6 6 7 حنا 6 7 6 حنا كم حنا اخذنا الطاوله. انتم كم؟ لا تعادل 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 تعادل. يلا الان من مين؟ يلا الان العبودي وابو عمر. اي العبودي وابو عمر خلاص لعبت مرتين. لا تعال تعال العبودي انا اقدم. يلا تعال تعال ايش والهاني هاني. يلا هاني هاني العبودي وابو عمر جوله ثانيه. يلا جولة ثانية. قم قم. والله ما أبغى مشاكل. لا لا تقدر تقدر. والله رعي هواش. قم. لا اقرأ اقرأ أنت. لما حلفاء. أنا يلا يلا. أنا أدخل من الصوت اللي كذا. مين يقدم يا ألمان؟ كل واحد. أنا عبد الوهاب. أنا عبد الوهاب. الشعارات ما هي واضحة بعد صح. زاد هبة براءة. خلاص الآن. شوف يا عبد الوهاب. الحارة جارة. عبد الوهاب. هلا. أنت تقول مرة وهاني يقول مرة. يلا. هذه النهائية. أبو ناصر هذه حارة وجارة. إي. هذا بتوقيت ماسك. المنجم. هي المشكلة من هنا. اللاعب. في أحد البرامج اللي كانت برمضان لعبنا لعبة حنا والنقيب وعباس كله ما عرف وجيههم. يعني اللعبة وشي تحط قماش فأول ما يرفعون تقول اسم الشخص. حلو. أنا عندي شيء من داخل لا يمكن أني بتكلم مع الفزة دي. تهنك تهنيك. طيب أول ما رفعوه النقيب اللي قدام معقول ما اعرف اسمه. خلنا نعيد التهنيك من جديد. فالتهنيك الحين بيجي من فوائد البرنامج ان الضيف يحاول ان نخليه ندربه. يلا يكسر الحواجز. الان يبدا هاني بعدين الوقت. يلا زين بس لحظه شوي لحظه اعطونا ثواني وبرهنا وابو ناصر نتمقر. طيب شوف عشان شوف عشان اسهل لكم ذا البرنامج يبدا بال. حلو زين ما شاء الله مره سهل. يبدا بال. حلو. بود يرجع شوي. لا ارجع شوي. انا ترى اقدر اسوي زي ال 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 يلا ترى خمسه ال الحين عندك. واحد اثنين ولا الحلفاء. اركض اركض.
خذ والله يمسك اصابع يلا ليه أركد. انا مركز على منتخب استغفر الله عندي انا الله يوفقك عندي انا ها عندك يلا ركزوا ها يلا يلا الان نحاول نركز زين عشان نركز عشان حارة جارة أركض 2-0 تحبوا نتكمل يلا لا ما في تغيير لا ما في تغيير لا لا ما في تغيير ما في كيفك لا يا حبيبي ما في تغيير بيه ذا زينة ذا إعلانة هذا بيه شف أبو ناصر ترى ما جبت ذي واضح أنا خسارة واضح واضح لا لا جيبه صدقني جيبه أبو ناصر يلا 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 مين الموسم يلا يلا بعم ابعد ابعد يلا يلا كورال يا الله انا تعبت والله يلا اسمه دلهاب انا شك انت ما تجيب اللي عندك شك تحب تحب تجيب البعيد عنك صح طيب اوكي يلا تحب البعيد عنك صح جدا اوكي طيب انا مش كيفي يلا المنجم ما شاء الله بسرعه بسرعه بيروح لحظه يلا لا لا مو بسرعه مو على كيفك يلا ابو عمر ندوخه شوي يلا ها الالمان ليش تكلم زعلانين في شيء لا مبسوطين ولا لا يقولون كويس في برنامج ما جبناه ايوه يلا هب البراد تدري يوم قلت ما جبناه يلا عندي الان يلا ايوه شوف انا سوي مجال ابو عمر نسمع اصبر يلا حلو ثلاثة ثلاثة خمسة يلا يلا ابو عمر بعددك ابو عمر اركد ها بعدده اقراها اقراها زين اقراها زين يا ابو يلا لا اللي قدامك بالضبط شوف يلا الاربعة بتوقيت ماسة استغفر الله يلا يا ربي يا ربي يلا ها ها يلا 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 الضربة قاضية يا سلام هاني يلا لما خلاص والله جهر تعدينا يا سلام فريقكم فايز سبعة خمسة فريقكم فايز ما شاء الله يا أربعة خلاص فزنا بهذا كيف ما شاء الله أعطونا إياها يا أخوان عطني يا هاني هنا